بأن الشعر لهو مرفه وسبيل مرتزق به يتضرع، وإذا تسامينا به فهو الصدى للنفس يلبس ما تريد ويخلع. إن تطرب الأرواح راح الضوء. إن تطرب الأرواح فهو غناؤها، وإذا شجاها الحزن فهو الأدمع. من قصيدة بعنوان رسالة الشعر ألقاها الشاعر الشيخ أحمد الوائلي في مؤتمر الأدباء العرب في بغداد عام 1965. الشاعر الإعلامي الأستاذ علي السندي يتحفنا بقراءة مختارة من ديوان الشاعر الأديب الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. تفضل يا أستاذ علي.